السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده هنجفف مع بعض الباميه. الباميه حلوه دلوقتي في اوانها، ما نستناش عليها اكتر من كده عشان بعد كده الباميه بتدود. تمام. طيب اهي بصوا، انا نقعتها شويه في الميه، والميه طبعا مش نظيفه خالص، هغسلها 3 4 مرات كده بالشكل ده. هفتح عليها الميه، وجنبي هنا رخامه طبق وصفايه صفي فيه الباميه. يعني الأول مرة عشان الفيديو بتاعنا شرفوا لايك الفيديو، وكمان اشتركوا في القناة ودوري بعد زر الجرس عشان تشوفوا كل جديد. وأنا بغسلها كده أبعت فيها كده، إن دي ساعات بيبقى فيها حاجات مش نظيفة. تمام أهو بالشكل ده كده. أنا جايبة يعني حوالي كيلو ونص. تمام، انتوا الكمية بتاعتكم اللي انتوا بتحبوها براحتكم. بصوا المية بتاعتها نازلة مش نظيفة خالص كده. نغسلها من 3 ل 4 كمات كده اهو. تمام، بصوا ميتها نازله ازاي مش نظيفه خالص، وما ينفعش نغسلها في مصفى لان بيبقى فيها حاجات بتلزق فيها، لازم نغسلها في طبق زي كده. تمام كده اهو، نغسلها ده تاني فوق ندعكها كده كويس اهو بالشكل ده كده. الباميه دي يا بنات باميه الرومي، ممكن برضه نجيب الباميه البلد، بس انا بحب الرومي. البلد بحس ان هي بتشوك وحلوه برضو مش وحشه، بس كل واحد وحسب ما هو عايز. بس ميتها برضو لسه، برضو ميتها مش نظيفه، شايفين ده اللي انا بقول عليه، الشواهد دي شايفينها اهي، دي اللي انا بقول عليها ما ينفعش نغسلها في المصفى، لازم نغسلها طبق زي كده. تمام، طلع بقى الكميه بتاعتنا دي كده كلها اهو بالشكل ده كده. وهناخدوا بالكم ان الباميه ده ولد، يعني وانتوا بتقمعوا الباميه مش مفلة، لو لقيناها مخرومه تترمي على طول، ما تبقاش حلوه. انا لقيت كام واحده مش حلوين فانا شلتهم. بصوا برده حاجه زي كده اهي، برده مش حلوه تشيل، وانا برده بقمعها هشوف، لقيت حاجه مش كويسه هشيلها خالص. تمام كده، وندلق الميه ونرجع نغسلها تاني. بصوا اهي انا غسلتها 4 تفمام من الميه، بصوا بالشكل ده كده اهو، شايفينها بقت زي الفل معايا اهي، زي الفل. كمان وانا بغسلها لقيت واحده فيها هدوده، مش عارفه بس فين. بصوا شايفين كمان، مش عارفه جايبها لكم ولا لا. بصوا بصوا شايفين دي جواها مش مدوده، يعني تاخدوا بالكم كويس جدا. هسيبها تتهوى شويه كده، لازم تتهوى شويه، ما ينفعش اقمعها وهي فيها ميه، هتمزلق. تمام، هرجع لكم تاني. بصوا حبايبي انا كده قمعتها اهي بالشكل ده، قمعتها كده بالشكل ده زي القمه، شايفين زي القمه بالظبط. خدوا بالكم ان انتوا ما تعورهاش، ما تنزلش الماده اللزجة بتاعتها. بصوا قمع كده. تمام، معايا ميه بتغلي هنا على البوتاجاز زي ما انتم شايفين، عصير عصير ليمونه اهو كده، وكمان هحط قشره الليمونه اهو. ميه تغلي كويس جدا اهو، هحط كمان قشرة الليمونة وهعصر الليمونة التانية. هو الليمون معلش، هو الليمون فعلا ناشف شوية، هو الليمون السيب بيبقى كده. استنى بقى كده، خلاص كده خلاص. هحط بقى البامية بتاعتي، بسم الله المية بتغلي اهي، بسم الله. هنزل بالبامية بتاعتي كده، وكمان ينفع ان انا اعملها ويكند. تمام كده، هقلب بالشكل ده كده تقلبتين ثلاثة بس، تقلب وشها يعني. بصوا تقلبتين تلاتة بس كده، شايفين خضرة ازاي جميلة ازاي. انا بقى هتقعد معايا خضرة بالشكل ده من السنة للسنة. تمام كده كده، انا مش عايزاها تقلب خالص، يعني انا ما بتغلي بس. بصوا اهي بتعمل فرقعات كده، انا مش عايزاها تستوي في المية خالص زي ما انتوا شايفين كده بالشكل ده. تمام اهو شايفين، هبتدي بقى. انا بحط الليمونة ليه؟ بحط الليمونة عشان تمنع المادة اللزجة ان هي ما تنزلش في الميه خالص، ولما تيجي تيجي اسفه تطبخوها ما يبقاش فيها ماده لزجه خالص. هتخلص من قشره الليمونه اهو كده بالشكل ده كده. تمام، هطلع بقى
الباميه بتاعتي على ميه ساقعه جدا، هو كان فيها تلج بس ساقع. تمام، هطفي النار كده وهطلع كده بالشكل ده كده. ميه ساقعه تحافظ لي على خضار الباميه، تفضل خضره معايا من السنه للسنه، لونها ما يغمقش خالص زي ما انتوا شايفين كده، هيفضل لونها زي كده اهو بالشكل ده كده اهو. هنطلعها على ميه فيها تلج، ميه متلجه جدا، الباميه يا دوبك قلبه واحده بس، مش هخليها تغلي. الميه غلت قوي، هروح اطفي عليها زي ما وريتكم كده بالشكل ده كده اهو اهو كده. تمام اهو، هسيبها في الميه 10 دقايق عشان بصوا اهو كده، بصوا هيبقى لونها اخضر بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده، شايفين انها اخضر ازاي، وميه كمان متلجه جدا. طيب انا بقى هصفيها هنا كده مصفى بالشكل ده كده، بسم الله خلاص كده، قشرة الليمون هتخلص منها. تمام، هسيبها بقى تصفي خالص وهرجع لكم تاني. يا بنات الباميه بصوا خضره ازاي، خضره جميله ازاي، لونها ما غيرش معايا. دول كيلو ونص. تمام كده، طبعا على ما نضفناها وكده وطلعنا منها كام واحده مش حلوين بقت كيلو. تمام كده، طيب هعمل ايه دلوقتي؟ انا هحتفظ بيها في كيس واحد بس، عشان احنا يعني ايه بنحب نعمل كيس كبير، انتوا الكميه بتاعتكم براحتكم، انا برضو يعني الباميه دي بجيبها كل شويه. تمام كده، فانا هحتفظ بيها على كيس واحد، انتوا الكميه براحتكم زي ما انتوا حابين. معايا كيس اهو مطبخ بتاع تلاجه اسفل. تمام كده اهو بالشكل ده كده اهو. تمام، وهبتدي انزل بقى بالباميه بتاعتي بالشكل ده كده اهو كده. طب خلوني احط الباميه في الكيس وارجع لكم تاني. تمام كده، انا حطيت الباميه في الكيس اهي بالشكل ده كده، وضغطت على الكيس عشان ما ياخدش معايا مكان في الفريزر. انا لو حابه هعمل الكيس كله تمام هحطه كله، مش حابه يبقى هو كده رقيق زي ما انتم شايفين، هقطم الكيس، هقطم الكميه اللي جوه وهكملها اهو كده بالشكل ده كده، ومش هربطه واهو كده هحطه في الفريزر بالشكل ده اهو كده اهو، يقعد بقى معاكم من السنه للسنه. يا رب يكون الفيديو عجبكم، لايك وشير واشتراك في القناه، ودوروا تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. اشوفكم على خير ان شاء الله في كل جديد وفيديو جديد. النهارده كان معانا تفريز الباميه، السلام عليكم.